إنني أعرف من يتحادثون على الهاتف بغزل عفيف أو غير عفيف، ثم يتوقفون لمتابعة صوت المؤذن ليعودوا بعد ذلك في مواصلة ما هم فيه. وبنات قد يصمن الاثنين والخميس وتقع إحداهن في علاقة غير محمودة، وقفت الطالبة تنتظر زميلها عند باب المسجد حتى ينتهي من الصلاة ليعودوا إلى وقفة حميمية تتلامس فيها الأيدي وتتقارب فيها الأنفاس. بل ربما وصل الحال إلى أن بعضهم من الأولاد والبنات ينخرطون في هذه العلاقة دون أن يروا تعارضا بينها وبين المظهر الإسلامي أو الواجب الشرعي، وقد تتجاوز هذه العلاقة كل الحدود. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، إنها خطوة تتبعها خطوات. في الإنترنت مثلا عبر المحادثات وعبر ما يسمى بالماسنجر أو الإسكيو أو مواقع الزواج في الإنترنت أو غيرها تقع أشياء كثيرة، وأؤكد أنها مخيفة، وأن الكثيرين لا أقول يظهرون على حقيقتهم، بل ربما يدخلون وليس في نيتهم أي معنى رديء ولا هدف سيء، ولكن الخطوات بعضها يجر إلى بعض، وقد تكون البداية كما قال جميل: وإني لأرضى من بثينة بالذي لو أبصره الواشي لقرت بلابله بلا وبأن لا أستطيع وبالمنى وبالأمل المأمول قد خاب آمله وبالنظرة العجلة وبالحول ينقضي أواخره لا نلتقي وأوائله، ثم تتطور الأمور إلى شبكة يصعب الخلاص منها. إن الحب الحقيقي موجود ولكنه غالي ويحتاج إلى جهد للوصول إليه، إنه حب يبني ولا يهدم، حب يقود إلى الفضيلة ولا يقبل الرذيلة، حب ضارب بجذوره في الأرض ينمو في جو صحي من العلاقة والعلانية الشرعية، حب صامد في وجه الأعاصير.